أمر أمير المؤمنين أن يجتمع أهل بيته عنده هذه الليلة، فلما أن حضروا أراد أن يوصي فيهم. يلا افتح آذانك وقلبك لوصايا علي، لأن هذه الوصايا إلي وإليك. ها، قال مخاطبا الحسنين: أوصيكما بتقوى الله وأن لا تبغي الدنيا وإن بغتكما، ولا تأسفا على شيء منها زوي عنكما، وقولا بالحق واعملا للأجر، وكونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. ثم أوصى أهل بيته بطاعة الحسنين، ثم نادى حسين: حسين أوصيكما وجميع أهل بيتي ومن بلغه كتابي بتقوى الله. اسمعها بلسان أمير المؤمنين: ونظم أمركم وصلاح ذات بينكم، فإني سمعت جدكما رسول الله يقول: صلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصيام. والله الله بالأيتام لا تغبوا أفواهم ولا يضيعوا في حضرتكم. والله الله في جيرانكم، فإنهم وصية نبيكم، لا زال يوصينا بهم حتى ظننا أنه سيورثهم. والله الله في القرآن: لا يسبقنكم بالعمل به غيركم. والله الله في الصلاة: فإنها عمود دينكم. والله الله في بيت ربكم، لا يخلون منكم ما بقيتم، فإنه إن ترك لم تناظروا. وعليكم بالتواصل والتباذل، وإياكم والتقاطع والتدابر، ولا تتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيولى عليكم شراركم ثم تدعون فلا يستجاب لكم.